بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المسألة. ناخدوا بقى كتاب رياض الصالحين. كنا بنتكلم عن حسن الخلق صح؟ واتكلمنا عن باب حسن الخلق وذكرنا عدة أحاديث فيه. وصلنا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو الحديث رقم بص في كتاب كده 625 عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص ده من الصحابة المشهورين. كان أبوه عمرو بن العاص كان بينهم في السن مش كتير، حوالي 15 سنة، خلفه بدري قوي يعني ما شاء الله. عبد الله بن عمرو بن العاص كان من الصحابة المجتهدين في العبادة، عارفين قصته في العبادة؟ كان يصوم كل يوم، ها، لحد ما عمرو بن العاص شاف له زوجة كده صالحة وزوجه، وبعدين بيسأل يقول له ايه الموضوع، ها، فهي اشتكت منه قالت له نعم العبد لربه لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا، فرفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم استدعاه قال له كيف تصوم؟ قال كل يوم، كل يوم. قال كيف تقرأ القرآن؟ قال كل ليلة، كل ليلة بيخلص القرآن، خدت بالك؟ كل ليلة. جميل. قال يا رسول الله إني شاب، إني شاب، عشان أنا شاب فبقى يعني بجتهد في العبادة عشان كده يعني، عشان وقت الشباب أغتنمه. جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، قال له صم كل شهر يوم، كل شهر صم منه يوم. قال أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله؟ تن ما يرفع مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صم يوما وايه؟ وافطر يوما في قراءة القرآن برضه، لحد ما وصل إلى ثلاثة أيام. فكان مجتهد جدا في العبادة عبد الله بن عمرو بن العاص، كان من خيار الصحابة. بيروي الحديث بيقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. الفحش والتفحش الكلام البذيء والسيء، البذيء والايه؟ والسيء. لذلك من الآداب الكناية عما يستقبح، الكناية عما يستقبح ذكره إلا عند الضرورة أو عند الحاجة الماسة. يعني ما ينبغي للإنسان أن يتكلم في كلامه ويذكر اسم العورات، ها؟ فدي أمر يستقبح ذكره إلا عند الحاجة بقى. يعني أنت مثلا بتجد الأطباء والمتخصصون في مجالات العلاج والدواء وكده ممكن يذكر لفظ قبيح أو لفظ مستقبح، ها، عند الإيه؟ عند الحاجة، الضرورة الطبية تقتضي ذلك، خدت بالك؟ وكذلك الضرورة العلمية، ها. لكن في كلام الناس ينبغي الإنسان يتجنب الكلمات البذيئة، الكلمات المؤذية، الكلمات السيئة، ويكني عن الأشياء التي يستقبح ذكرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أكره من الرجل أن يكون مصافا لبطنه وفرجه، يعني ما يتكلمش إلا على بطنه وشهوته، هو طول ما قاعد يتكلم كل إيه وعمل إيه أنت وراكش إلا كده، خلي عندك همة عالية. ها، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما تكلم إلا بأحسن الكلام وخير الكلام صلى الله عليه وسلم. وخد بالك هنا الكلام المناسب بيأتي في المكان المناسب، كما يقولون لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. فممكن كلمة تكون في موضع معين غير حسنة، لكن في موضع تاني حسن، ها؟ يعني مثلا إن لله وإنا إليه راجعون، دي كلمة جميلة صح؟ لكن ما ينفعش مثلا واحد يقول لك ده محمد اتجوز تقول له إن لله وإنا إليه راجعون، لا. هنا بقى تقول له ربنا يبارك له، ها، أسأل الله سبحانه أن يبارك له، أن يبارك له، صح؟ واحد يقول لك أنا اتجوزت فتقول له بارك الله لكم بارك عليكم، تقولوش بقى إن لله وإنا إليه راجعون، ما تنفعش هنا، ما هي كلمة جميلة، ها. فدي نقطة مهمة يعني في مراعاة الكلمات في الأماكن والأوقات المناسبة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فده علامة على الخيرية،
وعلامة على زيادة الإيمان إن كن الإنسان حسن الخلق. لما أنت تعرف أن ربنا عظيم وكبير وقدير تتواضع يا أخي، أنت ما تسويش حاجة، أنت ما تسويش حاجة، أي واحد فينا يساوي إيه يعني؟ ده أنت نقطة من نقطة من نقطة من نقطة من خلق الله. الكرة الأرضية دي بيقول لك نقطة، ها حبة رملة، أنت إيه بقى في الكرة الأرضية؟ الواحد فينا إيه يعني في الكرة الأرضية؟ ما يجيش حاجة. يبقى أنت ما أنتش حاجة أصلا، كبر ليه بقى؟ ها وتعظم نفسك ليه؟ تواضع لله سبحانه وتعالى. في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. البذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. احنا محتاجين بقى، محتاجين الحديث ده برضه ننشره ويبقى من اهداف الثوره، تغيير الاخلاق. ها الشعب يريد تغيير الاخلاق، هو دلوقتي الشعب يريد، الشعب يريد خلاص، يبقى الشعب يريد تغيير الايه؟ الاخلاق. عايزين الفلوس اللي سرقت وعايزين الاخلاق اللي ضاعت، صح ولا مش صح؟ احنا بتمشي في الشوارع بتسمع بذاءه وسفاله وانحطاط، صح ولا مش صح؟ ها اخلاق ضاعت. ها والاخلاق دي سلوكيات فاسده وكلمات سيئه وتعامل سيء بين الناس وبين بعضهم البعض، وده امر خطير مما يعني يورث كثره الشجار والمشاحنات بين الناس. تمشي مشوار صغير بس نص ساعه يقابلك كام عركه وكام واحد بشتم واحد وكام واحد ضرب واحد، مشاكل كتير بسبب يعني الاخلاق اللي ضاعت. زي ما واحد بيقول ده مش انفلات امني، ده انفلات اخلاقي، انفلات أخلاق. يعني بيذكر في السير أن أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة عين مين قاضي؟ عمر بن الخطاب. فعمر الخطاب قعد قاضي كم شهر وذهب إلى الصديق رضي الله عنه قال له: إيه أخبار القضاء؟ قال له: لم يترافع إلي اثنان، لقد وليتني القضاء في قوم كل منهم عرف ما له وما عليه، فأدى ما عليه ولم يطالب بأكثر مما له. هيتعاركوا ليه؟ ناس أخلاقهم عالية، هيتعاركوا ليه؟ وإنت بتسمع أصلا إن في مثلا تلاقي واحد متجوز واحدة ما شاء الله بقالهم 30 سنة عمرهم ما غلطوا في بعض، أخلاق عالية، وفي واحد ما يقعدوش مع بعض 30 ثانية، مش 30 سنة، كل 30 ثانية لازم عركة، خدت بالك؟ الله المشتكى. شوف تفاوت الأخلاق بين الناس، تفاوت هائل. يعني دول بيتعاركوا كل يوم أو كل ساعة، ودول ما شاء الله 30 سنة ما في خلاف بينهم بسبب حسن الأخلاق. فمحتاج فعلا الإنسان كيف يتعامل، كيف تعرف ما لك وما عليك، متى تتكلم متى تسكت، ده أدب مهم جدا الإنسان يتعلمه. كيف عامل زوجته، كيف عامل جيرانه، كيف عامل أصحابه، كيف يكسب قلوب الناس. ليه حاجة غريبة أن أنت تستغرب أن واحد مش عارف يتعامل مع زوجته، مش عارف يتعامل مع اصحابه، ده انسان فاشل. بصحيح ده انسان فاشل، يعني لم يكسب قلب امرأته. ده بالله عليك ينفع يمسكوه دولة؟ ده ينفعش يمسكوه عزبة. ها وهو اصلا لم يصلح بيته، لم يصلح بيته، وممكن المشكلة بتبقى فيه هو اساسا لا يحسن التعامل. فمهم جدا سن يتعلم الاداب الشرعية والاخلاق الشرعية، كيف يتعامل مع الناس بحسن الخلق، كيف يكسب قلوب الخلق. دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أشوف إن الله يبغض الفاحش البذيء. يا أخي خاف ربنا، لازم الواحد يخاف ربنا ينال غضب الله. ربنا بيبغض يكره سبحانه وتعالى الفاحش البذيء. الإنسان البذيء ده مبغوض عند الله، وإذا بغض عند الله تلاقيه مبغوض عند الايه؟ عند الخلق، صح؟ عارف أنت الحديث الجميل إن الله إذا أحب عبدا ها نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، ها ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا باسمه فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض يعني بين المؤمنين، كويس؟ والعكس بقى، إن الله إذا أبغض فلانا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، وتوضع له البغضاء في الأرض. واحد من السلف يقول الإنسان البذيء ده
سيء الخلق يكرهه الخلق، مش البشر، الخلق، حتى قطه ينفر منه وكلبه يتوجس منه. القط بتاعه بتاع البيت يشوفه مش عايز يشوفه. ربنا عافينا يا رب بسبب سوء الخلق. فالحديث دوت حديث رائع حقيقة، يعني ترغيب شديد في تحسين الأخلاق. الحديث اللي بعده حديث 627 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة رحمك الله، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الصحابة كانوا بيسألوا حريصين ويتعلموا دينهم، أكثر حاجة دخل الجنة إيه؟ قال لهم: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر شيء يدخل النار الفم والفرج. ليه؟ قال لك الفم عن طريق حاجتين: الأكل الحرام والكلام البذيء، ها، الغيبة، النميمة، السب، الشتم، ها، التعدي باللسان، ما كل ده باللسان. شوف اللسان من أصغر الأعضاء في جسم الإنسان، ومع ذلك أكثر عضو يتحرك وما يريحش نفسه أبدا. يا عم اسكت، مش عايز يسكت، استريح، مش عايز يستريح. ها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فده أكثر حاجة تدخل النار الفم والفرج، والفرج فيه الزنا والفاحشة، نسأل الله العافية. يقول عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يبقى من كمال الخلق حسن معاملة الزوجة، ويكون الرجل خير لأهله بالكلمة الطيبة والهدية اللطيفة والبسمة الحانية، كل مهم خالص. يعني من أسهل الأمور اللي انت يعني بين الحين والآخر ما تنساش تقول لزوجتك، ما تنساش تقول لها: أنا بحبك. آه والله كلمة بحبك دي كلمة حلوة خالص جميلة، وفي نفس الوقت سهلة. يا أخي هتكلفك حاجة؟ أو في واحد بقاله يعني خمس ست شهور ما قالهاش، والتاني بقاله خمس سنين ما قالهاش، قال لك: كان زمان بقى أيام شهر العسل بقى بحبك. دي في بحبك دلوقتي، ها؟ كلمة جميلة وبسيطة وبترقق القلوب. والله يعني احنا محتاجين يعني روح المودة تنتشر بيننا، وأول ما تبدأ روح المودة تبدأ من البيت. لأن شوف ربنا خصص يعني العلاقة بين الزوجين دي بالمودة والرحمة: وجعل بينكم ايه؟ مودة ورحمة. مودة يعني حب. فالحب يجي ازاي وانت كاتمه في قلبك؟ يقول لك: انا بحب بس كاتمه في قلبي. ما تكتموش في قلبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع رجل، فالرجل لما مر به واحد فقال: ايه؟ انا احبه يا رسول الله. الرجل المعدي ده: انا بحبه. قال له: اعلمته؟ قلت له. قال: لا. قال: اعلم، روح قول له. فراح قال له، قال له: انا بحبك في الله. فقال له: احبك الذي احببتني فيه. جميل. فكلمة الحب دي كلمة جميلة، يعني تستخدمها مع زوجتك ومع ابنك ومع اخوانك في الله اللي بتحبهم، استخدمها دايما. ومهمة جدا، يعني المرأة عاطفية، كلمة الحب دي بتأثر فيها جدا يعني. فأنت يعني ما تتغافل عن ترديد الكلمة دي بين الحين والآخر، خدت بالك؟ ما تقعدش بقى على طول ورا بعض يعني. يقول لك: انت بكاش مش بكاش، خليك برضه على الايه؟ على هذا المنوال. ها؟ ويعني الكلام الطيب كويس حسن. ها؟ فمن حسن الخلق مع الزوجه ان يكون الانسان خيرا كريما معها، حسن العشره معها. هذا علامه على الخيريه. عن عائشه رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. ياه، أقول لك الحديث الثاني: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه إيه؟ درجة الصائم القائم. ياه، حسن الخلق البسيط ده السهل يبلغك إيه درجات الصائمين والقائمين. حديث رواه أبو داود. عن أبي أمامة الباهلي قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا،
وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني إيه أنا زعيم؟ واحد يقول لي يعني إيه أنا زعيم؟ يعني إيه؟ وكيل؟ أيوة قربت 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 صح كده صح. أيوة ضامن صح. يعني أنا ضامن، أنا كفيل بذلك. ها؟ فرسول الله بيضمن إيه بقى؟ بيضمن الجنة لناس ببيت في ربد الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الجنة. الأولاني لمن ترك المراء، المراء يعني الجدال بالباطل، لأن في جدال بحق وده محمود، وفي جدال بباطل. قال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى في جدال هم، الجدال لإظهار الحق وبيانه وإقامة الحجة، ده جدال حسن. طالما أنه هيترتب عليه أمر حسن وأنت ترجو منه نتيجة وفائدة، لكن لما تلاقي اللي قدامك قافل وعايز بس يجادل وخلاص ما تجادلوش، اتركه. كذلك الجدال بقى يكون مذموم إمتى؟ عندما لا يأتي بفائدة، يكون غرض منه التعالي أو إظهار العلم. ها؟ واحد بيجادل عشان يبين أنه إيه؟ فهامة علامة عارف كل حاجة. أو يكون جدال في أمور لا طائل من ورائها، لا طائل من ورائها. واحد قاعد بص يناقش في الثاني هي كرة كانت أوف سايد ولا كانت جون صحيح، ويناقش بقى هيتعاركوا مع بعض. طيب بعدين يعني استفدنا إيه؟ ها؟ استفدنا إيه؟ إن الله يحب معالي الأمور ويكره إيه؟ سفسفها. يعني بتبقى راجل طويل عريض كده، واحد تتناقش في قضية لا فائدة فيها، ها؟ مش أولى بيك اللي أنت تعرض عنها؟ ها؟ فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال وأعرض عن الجاهلين، فينبغي الإنسان أن يكون عنده همة عالية، ما يقعدش يجادل في الأمور التي يعني توصف من أنها من السفاسف لا فائدة فيها، أنت واخد بالك؟ فالمراء أيضا بيغر الصدور، كثرة المراء والجدال بيغر الصدور، فأنت حاول تقطعه. لما يبقى تلاقي مراء وجدال لا فائدة فيه اقطعه وأعرض عنه، دي بتحتاج قوة نفس، بتحتاج قوة نفس. بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب كله قبيح حتى في حال المزحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ويل ويل له ويل له ويل له من؟ قال الذي يكذب ليضحك الناس. الناس ربنا يصلح حالهم وقاعدين يألفوا نكت ويرسموا كاريكاتير كذب، خدت بالك؟ كذب عشان يضحكوا الناس. يقول لك يا سلام الكاريكاتير ده احلى كاريكاتير قريته. طب تضحك الناس بالكذب؟ ها؟ تضحك الناس بالاختراعات والافتراءات. وقد يكون الكذب ده ربما يكون على اناس صالحين، او يكون كذب على ناس من اهل الفضل والعلم، تبقى مصيبه ثانيه. فينبغي ان يتجنب الانسان الكذب حتى ولو كان في حال المزح. الكذب صفه يعني صفه ذميمه جدا، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في شيء يسير. مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة تمسك تمر في ايديها وتخاطب ابنها، تقول له تعالى هاك خذ، قال ان لم تعطيه كتبت كذبة. تقول له تعالى حديك، ها ساعطيك التمرة دي، وما تدهوش كتبت ايه؟ كذبة. وده كتير بقى بيحصل، ها، والصحاب مع بعض والام مع ابنها، وتقول له ابوك جه، يجي الولد ما يلاقيش ابوه، يعرف ان ايه بتكذب عليه، انت واخد بالك؟ وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. فاضل هنا حديث واحد اخر حديث، حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الإمام النووي ما سبكش هيشرح لك الحديث. بص بيقول إيه؟ بيقول الثرثار هو كثير الكلام تكلفا،
كلم كلام كثير ليس منه فائدة، أو ربما يكون فيه كثير من الكذب. وفي بعض الناس يعني ربنا عافينا عندهم زي شبه مرض، يحب يكذب، يعني يبقى قاعد مثلا مع صاحبه، طب هيقعد ساكت؟ طب ما فيش حاجة يحكيها، يعمل ايه؟ يخترع قصة، يقول انا احكي لك على بطولة عملتها وغزوة غزوتها، والموضوع ليس له اي اساس من الصحة، لكن هو عنده قدرة على ليه؟ التأليف والكذب. طب يا ابني كل ده في ميزان سيئاتك، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب ايه؟ عتيد. تكذب ليه يعني؟ عشان تعدي الوقت؟ اقعد ساكت يا اخي. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، قول لصاحبك تعال أنا أنت تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وأنا هقول 100 مرة، مش ده أحسن؟ نقعد نكذبوا على بعض والناس تقعد تألف حكايات وبتاع، فده بقى من الثرثار ده، ويل له. ها التاني المتشدق بيقول هي المتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. والتكلف ده مصيبة، يتكلف ليه؟ في طريقة الكلام وطريقة الحديث، حيث عايز يبين للناس يعني ان هو انسان ايه مثلا متعلم وانسان مثقف ويعرف كل حاجة، خدت بالك، ويعرف اللغة العربية، ويقعد يتكلم بكلام غريب كده تقول له ها ايه انت بتقول ايه ها. فده كل ده امر غير يعني ممدوح، خاصة اذا كان قائله لا يريد التعليم ولا يريد البيان، وانما يريد ليه التفاخر، خدت بالك. وفي بعض الناس خاصة اللي بيجوا بقى في البرامج الإعلامية دول ها، يقعد بقى يتكلم بقى لك الثقراطية بقى والليبرالية، كل ما قاعد يقول لك بقى شوية ايه مصطلحات كده تروح الناس قافلة في وشه على طول، هو ما يعرفش ان هو بينفر الناس كده ايه منه. يا عم اتكلم كلام سهل، ها كلام السهل ايه كويس، اهل الجنة كله قريب هين لين سهل، كلام السهل مطلوب. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ده ربنا يسر كلامه سبحانه وتعالى. فمطلوب ان يبقى في تيسير في الكلمات، مش في التفاصح والتكلف، فده امر مذموم الانسان يتفاصح بنية التفاخر والاستعلاء على الخلق. يقول بقى المتفيق اصله من الفهق، وهو الامتلاء الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. قال الإمام هنا النووي بيعلق على حديث اللي هو المتفيهق، النبي صلى الله عليه وسلم قال المتكبر، فعايز يقول يعني اللي هو بيتكلم تكبرا يعني، والتكبر دوت صفة ذميمة، والإنسان اللي بيتكبر في الدنيا ربنا بيخفضه في الآخرة بل وفي الدنيا سبحان الله. وانت بتشوف ان بعض الملوك بينتقلوا سبحان الله من بعض القصور والأباهة والعز، تبص تلاقيه هيلبس اللي ايه يقعد مع احمد عز، خدت بالك، ويلبس بقى اللي ايه بتاع البيضة دي، وفي ناس مصممة بقول لك لازم يلبس البتاع، يا عم راجل كبير وبتاع مش عارف ايه، سبحانك يا رب. ولكن يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحان الله. فالمتكبر ده دايما بيخفض، والله دايما يخفض، ان لم يخفض في الدنيا سيخفض في الاخره. قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال ايه؟ الذر، يطؤهم الناس باخفافهم، نسال الله السلامه والعافيه. بيقول هنا الامام عبد الله بن المبارك قال رحمه الله في تفسير حسن الخلق، قال ثلاث حاجات. تفسير حسن الخلق ثلاث حاجات: طلاقه الوجه، وبذل المعروف، وكف الاذى. جمال قوي، يا ريت تحفظهم يا اخ احمد. ثلاث حاجات هم. رامي صح؟ قول يا رامي الثلاث حاجات دول، ولا محمد اللي قولهم؟ طب قول انت اثنين وهو واحد. ها؟ ما تبصش في الكتاب، هيبص في الكتاب ويقولهم لي من الكتاب. ها؟ طلاقة الوجه، ايوه. وايه؟ بس محمد يقول الثالثة بقى. وكفوا ليه؟ وكفوا له طلاقة الوجه، يبقى وجهه طلق كده تبسم هاش شباش، والله العظيم الإنسان يبقى وجهه طلق كده متبسم، ده من الدين، تكشر مش من الدين. ها تبقى قاعد مكشر كده وزعلان وداخل زعلان وطلع زعلان، انت زعلان ليه؟ يقول لك على هم الأمة. يا عم هو انت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك عشان هم الأمة، هو يعني هتشيل هم الأمة أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الصحابة الكرام
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هشني بشن، فهذا تشيل هم الأمة، بس ما تبقاش مكشر في وجه الناس، أعطي كل ذي حق حقه. يعني هم الأمة ده له حق، وتبسمك في وجه أخيك ده له، أخوك المسلم له حق، مش تقابله بقى بوجه كده منقبض وتبقى كده عابس في وجهه. ها، وهم الأمة، طب هم الأمة ده هو مش شايف، هم الأمة ده في قلبك، يبقى أنت لازم تبقى يعني تعطي كل ذي حق حق، طلاقة الوجه وبذل المعروف، كل بقى خير وحسن من كلمة وفعل، وكف الأذى ألا يؤذي الناس ولا يؤذي الخلق. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.